هذا هو شغل ال لا هذا هو هذا هو طيب يعطيكم كيف الحال؟ مع الناس كيف حالكم؟ أنا وش اللي تعرف عليكم؟ إذا ما كنا شفنا يا أخي تعرف اليوم إيه؟ حد يحكي لي اسمه شو بيشتغل واشتغل قبل هيك أفلام وثائقية أو أفلام فيكشن أو أي نوع من أنواع الميديا وليش جاي؟ ليش بدي أتعلم من الأشياء؟ كان حتى درست جرافيك ديزاين انترستد جدا بالفيلمز بس ما بعرف كان حتى مسرح الاخضر شوية عن الافلام بس مسرح بس وليش؟ وجيت كمان انا عرفت البرنامج بيوفر معرفة الافلام معرفة التصوير وبالاذاعة وهي الاشياء ما أنا صباح الخير اسمي محتر أنا درس المانجمنت في الكلية هلا عم بخصص السوشيال ميديا أكثر من هذا ليش بدي أتعلم الأرقام والمئوية طبقا ما عندي وين كنت أعمل هاي مسألة هاي إنتروداكشن أول مرة بقرا عن هاي الأشياء بس أنا اسمي ياسر كمان مرة عمرك اشتغلت شيء بالافلام؟ لا لا بس بشتغل شوي بالبيت انا طارق بوتيكي طالع حتى التصوير كيف اشتغلت افلام؟ اشتغلت كان فين اشتغلت؟ تقريبا 4 افلام. انت نفسك كل فيكشن ولا دوكيومنتري؟ دوكيومنتري. انا مغامر عبد انا صحفي وصحفي وانا رسام ورسام كاريكاتير اشتغلت في الافلام واشتغلت على أفلام واشتغلت عملت دوكيومنتري في عمل حالي ديجيتال برنامج عشان أتعلم طب أنا محمد سلامة محمد سلامة مخرج أفلام وثائقية بشركة طيف بالذات وبعرف إذا سمعت فيها ولا لا من 4 سنوات حتى الآن واشتغلت مجموعة من الأفلام الوثائقية حوالي 9 أفلام وثائقية معظمها على القناة الجزيرة والجزيرة الإنترناشونال والجزيرة الوثائقية واشتغلت شوية أفلام فيكشن فبالمجمل هذا التعريف البسيط طيب بدي أسأل سؤال لما بحكي دوكيومنتري فيلم
قبل ما نحكي بالتاريخ مبدئيا لما بحكي دوكيومنتري فيلم او فيلم الوثائقي مين بيقدر هيك يختصر لي اياه يحكي لي عنه؟ في لوحه او شيء؟ انا بدي كمان شوي احكي عن طيب لما بنحكي دوكيومنتري فيلم او فيلم وثائقي شو بتشوف البلد لما بنحكي فيلم وثائقي بالنسبه للجزائر الجزائر الجزائر واقع مشكله واقعي واقع واقع طيب مين عنده شيء ثاني وفيلم وثائقي انا بتاخد بحط كل شيء بدل ما نحكي فيها مشكله مين كمان استنى احداث طيب مين كمان؟ ما بعرف أنا تعبت فيه لا تمثيل إلا هيك بس بالأشياء اللي حكيتوها مين بيقدر يعرف لي شو هو الفيلم الوثائقي؟ لما بتطلع على الفيلم الوثائقي كيف بتعرفه؟ عرفوا لي إياه كمان مين بيقدر؟ بتوقع الفيلم بيرصد حدث معين مميز في من وراء قصة هاي القصة عم تتأثر بفئة أو بمجتمع بتكون بفهم القانون أو الناس ما بتعرف عنها وما بحاول إنه يعني تشتبها مثل ما هي تخلي الجواب الثاني طيب في تمام في هذا الثاني عنده اي شيء طيب تحكيه وشرحه انا من وثائقي فيلم وثائقي شو لم زي ما حكينا مبدئيا هو تثبيت تمام مبدئيا كيف تثبيت الفيلم الوثائقي وفيلم التسجيل يعطي شو هو تثبيت تسجيل يعني انا تسجيل هو المخرج اللي او اللي بيعمل لازم كل حياتي لازم هلا بعدين بنشوف الاشياء هذه بس مبدئيا لما بحكي وثائق انا بوثق عمال الاشياء تمام هذا شيء اساسي بس شو اللي بيميزه عن اي شيء ثاني انه انا عمال بحكي عن واقع تمام انا ما بحكي غير عن واقع بسجل واقع معين تمام تسجيل الواقع لا انك تجيب وثيقه مكتوبه او صور او مسجله صوتيا او الى اخره هذا تسجيل للواقع تمام في اجي احكوا في وقت من الاوقات عرفوه طبعا تسمعوا الفيلم التسجيلي والفيلم الوثائقي مضبوط خليني احكي لكم شغله صغيره انه الفيلم التسجيلي والفيلم الوثائقي بدناش ندخل في شو يعني فيلم وثائقي وشو يعني فيلم تسجيلي لا هو تعريف واحد من الكلام تمام الفيلم التسجيلي هو نفسه الفيلم الوثائقي بدنا نعتمد عليه. في ناس بيعرفوا بيقول لك الفيلم الوثائقي شيء والفيلم التسجيلي شيء، بس احنا بنحكي انه الفيلم الوثائقي هو نفس الفيلم التسجيلي. اجوا التعريف اللي اتفقوا عليه العالم كله قالوا انه الفيلم الوثائقي هو تسجيل الواقع لو وقفنا هنا ما بصيرش في تعرف شو انك تشغل الكاميرا وتخلي الناس تلاقي الورق كيف ما كان بينما هو تسجيل الواقع لكن من وجهه نظر صانع الفيلم او من وجهه نظر المخرج تمام بهذه البساطه هو تسجيل الواقع من وجهه نظر المخرج ليش من وجهه نظر انك انت بالاخر
زي ما انت بتشوفه. انا في الاخر بشوف الواقع بهذا الشكل، انت بتشوف الواقع بهذا الشكل، بالتالي احنا ما بنحكيش عن حقيقه، احنا مش نسبي. اشي انا بشوفه هو هيك، ان الاشي انا هيك شايفه صح، اشي هذا وجهه نظر. فاي فيلم في الدنيا هو وجهه نظر، عباره عن وجهه نظر انا بقدمها، تمام؟ طيب بعد شوي صار نحكي انه لا، بدنا نوثق لاحداث انتهت، لاشياء خلصت، ممكن عيد تسجيلها، ممكن عيد بنائها من جديد. فقالوا لا، بنعيد تعريفه، بنقول انه هو تسجيل الواقع او اعاده خلقه وفق وجهه نظر المخرج، تمام؟ بناء على وجهه نظر المخرج. فهي صدق تسجيل الواقع او اعاده خلقه، مش شرط هذا الثالث. طبعا ممكن يكون بعد شوي هنيجي نحكي، ممكن يكون بالشهاده الحيه، ممكن يكون بعاده التمثيل، ممكن يكون في اكثر من شكل، المهم ممكن بالارشيف هذا الثالث الوقت، تمام؟ هذا اللي بنحكي عنه احنا بالمجمل. الفيلم الوثائقي، اي فيلم وثائقي في الدنيا هو بده يحكي عن واقع من وجهه نظر المخرج، او بده يخلق الواقع من وجهه نظر المخرج. طب شو هو الواقع؟ نعم، لا لا هي بس هذا التعريف لابد منه، كل شيء مش هيك بالضبط اختصاري انا مالي، بس مع تعديل شوي، انه كل شيء ما بتعرف شو ما بعملوش بعيدا عن الروايه، حط الروايه على جنب، اي شيء غير الروايه، بمعنى انه ممكن يكون خيالي، ممكن يكون خيالي شيء لسه انا مش موجود. طب ما هو في اشياء مضت انا قاعد بوثق لها، وفي اشياء ما صارتش انا بدي اوثق لها، كيف؟ هذا هو الخيال اللي عملنا نحكي عنه، بس هو وفق الواقع، يعني كيف انه انا مش قاعد بشطح وبألف من عندي، لا انا عمالي بالضبط انا عمالي بوثق، تمام؟ طيب واضح التعريف؟ انا بدي اشوف ايش بدي اورجيكم الشغله، مين بيقدر يقول لي صعب انه اسوي فيلم متأكد ولا سهل؟ صعب اسوي فيلم او اي فيلم ايش صعب اسوي ايش ايش؟ صعب تصور ايش بدون فكره؟ ما بحكيش عن فكره، هلا بحكي عن عندك فكره يا سيدي. صعب اسوي الفيلم ولا لا؟ على اساس الموضوع اللي كنت اصور. على حسب الموضوع. لا مش شرط، هلا في ناس بتقول مش صعب. بتقول مش صعب، بس انا بدي اوريكم الشغله هلا ماشي. ايه فلوس. طيب خليني اورجيك الشيء اللي بالضبط ورحت معي انا وين في سماعات وانا صوت مش بكم شوفوا هيك بس Thank you.
بس هذا يصير شغال حقيقة. ايوه هي عندك سؤال صوتي. طيب شوفوا بس هذا لازم بيطلعش اكثر من ايه؟ شوف هو عالي بس I think إنه هذيك بس زيادة بشر يعني ما أعرف شو كده في التمرين أوكي لا أنا قلت الفيلم مش صعب انه نشتغل اكل بما يبدو كويس هو من السهولة في المكان فيلم جوز جوز كلف 5 ليرات مش عارف شيء زي هيك بس لا في العالم تمام عمال تحكي طيب تعرف الدنيا عامل ايه عيد عيد القهر عيد عيد تحميل تجيب لي نعمل حق
استنى شوي انا عندي فكره. بيعمل فيلم بيعمل فيلم ولو كاميرا مبالغ كويس تقدر تعمل فيلم اي شيء بدون ما بدون يعني ما فيش انت بدك كاميرا ولا كل الدنيا فيها كاميرا وين مكان على الباب في كاميرا على الموبايلك في كاميرا وين مكان فالامكانيات مش عائق بدنا نتفق على الحكي هذا بدري اذا بتبين ولا لا صح شو اسمه عاد كيف هذا خليك معنا تمام اذا بدنا نتفق انه ما فيش الامكانيات مش عائق لاي شيء في الدنيا تمام مين بعرف كيف السينما في الدنيا كيف بلشت يوم ما بدأت السينما طيب السينما في الدنيا بلشت وثائقي حدا اليوم ما سووا الكاميرا بلشوا يسجلوا كل شيء قاعد يصير قدام الكاميرا بدون ما يعني بدون ما يكون في تمثيل بدون ما يكون في اي شيء بس حطوا الكاميرا واعتمدوا على مبدا المراقبه اللي هو اساس الفيلم الوثائقي لليوم بكره الفيلم ايوه العام 1895 الاخوين لومير سمعت فيهم الاخوين لومير تمام الاخوين لومير هم اول من سجل اول شيء في الدنيا على الكاميرا على الفيديو اللي هي السينما بدايتها ما كانش في فيديو كان في سينما ومبدا السينما اللي هي الفوتوغراف الصور الفوتوغراف اللي بتتحرك بسرعه ورا بعضها فبتنشئ صوره الفيديو اللي بنشوفها احنا او الصوره المتحركه اللي بنشوفها 1895 الاخوين لومير تمام ولما بلشوا يسجلوا بس الشغلات الأساسية اللي هي حطوا في الأفلام تبعتهم المعروفة إنه حطوا كاميرا قدام مصنع بتروح الناس بيروحوا بيدخلوا وبيطلعوا من المصنع بسموه خروج الناس من المصنع باختصار يعني وراحوا بعدين مراقبة الولد وهو بياكل بعدين راحوا الدخول وخروج القطار بعدين مش عارف إيش زي هيك وبعدين ودوا الكاميرات تبعتهم على أنحاء العالم يصوروا منها شوية أشياء توثيقية لموفر العالم. فأول في السينما يوم ما بدت وثائقية. تمام؟ بدي أوجيكم أنا أول إشي أول فيلم انشغل اللي هم الأخوين لومير يوم ما اشتغلوا. هاي أول الأفلام. Thank you.
هذا أول شيء تصور في الدنيا. والله إذا تقول في رسالكم في شيء جل. سألني سؤال، هذا الناس عارفين ان في احد اللي بديش اقول عارفين مش عارفين، بقول ان في حدا تدخل في التصوير يعني طيب بدك تيجي مشلل هلا بنعطيك مش ولا واحد بتطلع كاميرا يعني هذا اول كاميرا او اول فيلم بتصور في الدنيا مش حدا يشاهد كاميرا معنا تمام شو معنى هذا الحكي او انه هو الارجح والمصاري لا انه حكى لهم هو انتبه بس ما حد يشيل الكتاب معناها ايش؟ هو عمليا وجه الناس وجه الناس بس من غير ما يتدخل اكثر من هيك وجه الناس بس من غير ما يكونوا بيصيروا شو يعملوا غير يمين ويمين واللي بده يروح شمال شمال بس حد يشيل الكتاب خلص هو ما حد احكي لكم بدي اورجيك ملا شغله ثانيه صوروها شوفوا لي هذا طبعا هذا اسمه وصول القطار هذا الفيلم يوم العرض اول مره على المسرح ترى كان هم قبل اي شيء كانوا يعرضوه في المساء فاول ما عرض المسرح الناس صارت بالضبط هي طلع كيف انه عمر الناس ما شافوا شيء بيتحرك اصلا على المسرح يعني غير الناس يوم ما اجى الناس طيب بعد هيك نحكي في بكره خلينا نحكي مش اليوم عن موضوع بس دي هلا هو نكمل شوي عن موضوع مدارس السينما القديمه وكيف تطورت لحد ما وصلت للوثائقيات اللي بنعملها انا هسه بدي اسالك سؤال اي فيلم في الدنيا بنقدر نحكي عنه او خلينا نحكي لك بدي احكي مين بيقدر يعرفني المخرج اي مخرج المخرج مين بيقدر يحكي لي شو شغلك بالدنيا؟ يعني انا بعرف لازم احكي انت بحاول بتعمل شيء يعني بس لما نقول انه هو شخص بين الاشياء من الزاويه اللي هو شايفها يعني هو بحقق ماشي بس في شيء ثاني ممكن نحكي فيه المخرج؟ المخرج هو في رؤية مهمة لأن احنا هو عنده إيش هو مخرج هو مخرج لأشخاص الست بيلاقوا حدا في شيء بخيال بده يطلع له تمام هو بيخلق التقديرات ما هو إذا رؤية طيب لكن مش غريب أي مخرج الدنيا نقد الدنيا القدام والجداد كل العالم انه في شغله اساسيه انه المخرج هو كواتب المخرج هو قاص روائي زلمه بيحكي قصه انا كمخرج بحكي قصه في اي فيلم في الدنيا
روائي او وثائقي. هو بده يحكي قصه، هو عمالك تحكي حكايه، انت عمالك بس تحكي حكايه. فالمخرج في الدنيا كل شغله انه انا بروي القصه زي ما انا شايفها بطريقتي اللي انا بشوفها، بالاختصار اللي انا بشوفه، بالطريقه بالتطويل اللي انا بشوفه زي ما بدي. ليش؟ حتى اوصل وجهه النظر. هاي وجهه النظر شو اسمها؟ اسمها الرؤيه. تمام؟ فاي مخرج في الدنيا هو حكي واحد من تخطينا حكي هذا ولا لا؟ يعني بعد ما حطيت الاشياء تبعك، بس هذه خلينا نحكي مشان الفرش اللي بدك تحكي تحطها قبل ما تحكي يعني اي شيء في من شغل المخرج. المخرج هو قاص، تمام؟ بده يحكي حكايه من A to Z بطريقه اللي بشوفها مناسبه عشان يوصل وجهه النظر. تمام؟ وجهه النظر هاي اتفقوا على انهم يسموها رؤيه. كويس؟ هذا هو المخرج. وبالتالي منها اي فيلم، شو هو فيلم؟ الفيلم هو قصه. ان كان وثائقي ولا ان كان روايه، ان كان انا بحكي عن مشكله ولا ان كان بحكي عن اي شيء في الدنيا، انا بعملها بحكي قصه، انا بعملها قصه. حتى لو بدك تحكي عن قضيه معينه، حتى لو بدك تحكي عن شو ما كان، انت بتعمل قصه تبدا وتخلص من المكان الثاني، الناس بتستوعبها بتفهمها وبدها تحس فيها، وهذا اهم شيء انه الناس تشعر في القصه اللي بتحكي. وبالتالي السينمائي او المخرج هو قاص والفيلم هو قصه. تمام؟ بتتفقين على الحكي هذا؟ في حدا عنده اي اعتراض؟ تمام. طيب انا مشان نحكي قصه يعني هذا الجدول اللي تشوفوه طبعا عليه شيء انك بدنا ناخذ خلال 5 ايام. مش مشكله بسيطه. لا مش مشكله شوي. هلا طيب بدي احكي لكم شغله. هلا كل حدا يحط لي هيك في باله او يبلش يفكر من هلا طبعا لاخر يوم حنضل نراجع الموضوع هذا، نسجل عنده على راسه بدل فكره بده يعملها، فكره ممكن تزبط بشوفها من وجهه نظره، ممكن تزبط لفيلم وثائقي. كل حدا يحط، كل حدا هلا يسجل. خلصت؟ طيب لما نسمع إذا بدهم يحكوا قصتهم وبدهم يمثلوا بده يكون الواقع تاعهم علشان يجيب لهم مثلا فندق تبرع أو شيء زي هيك أو غير يعني. لا إذا في بدك تعمل شيء في شيء تمثيل بطل صار ممكن لوكي دراما، صار ممكن من دريب هيرو، ممكن يطلع شيء زي هيك. هلا بسمع شيء. تمام كل حين سجل سجلت كل حين يفهم ايه فكره بتشوفها ممكن تظبط الفيلم وثائقي حبه انا سجلت ليش كل الضوئيه بعدين نحكي فيها. الكل كتبوا ولا لسه؟ فكروا فكروا شوي شو ممكن يظبط الدنيا. يعني مش لازم يكون عندك كل الدنيا هلا بدنا نمشي فيها بس اكتب.
طيب اول شيء مين تجيب فكره فيلم وثائقي؟ مين يسوي المجتمع؟ ايش؟ مشكله. طيب مشكله الفكره من الشارع تجربه مخالفين. ايش ممكن يجيب الناس؟ ايش ممكن يجيب الناس اليوم يعرفوا في الاخر؟ طيب واقع البلد. مين عنده شيء ثاني؟ مين جبت الفكره؟ يعني منين المكان اللي جبتيه؟ من الواقع الشارع؟ من الواقع. مين كمان؟ كلهم. تمام، بتحكيكم شغله. أول شيء كنت أتوقع تماما إنه لما أحكي منين بتجيب فكرة الفيلم الوثائقي من أسمع أول شيء مشكلة. بدنا نغير وجهة نظرنا عن الموضوع هذا. الفيلم الوثائقي مش مشكلة. في كل شيء، الحاجة هي اللي نقدر نحكي لكم إياها. أنا في شغلة يا زلمة. أحكي لك. حتى الأفلام بالنسبة للأفلام كانت تتكلم عن الفيلم كثر من الناس طبعاً من الناس الأدبية الواقعية الطبيعية الأدبية فحتى الفيلم الوثائقي حسب المخرج أو المصادر مثلاً لو كان من الواقعية يمثل في الواقعية تمام هاي مدارس هذه مدارس أنا عمال بحكي لما بدي أسوي فيلم بدي أطلع له فكرة في فيلم له فكرة في الاخر في كتب بدك تفهم منين بدك تجيب حسب بدك تطلع من راس المخرج بدك تشتغل وجهه نظري او هيك قال الدنيا انه الفيلم الوثائقي فكرته هي كل شيء موجود في الكون. بتعرفوا شو في الكون؟ في الكون يعني مش بس الارض اللي انت عايش فيها ولا الشارع اللي انت عايش فيه ولا الواقع اللي انت عايش فيه. كل شيء بتتخيله ممكن تسوي عليه فيلم وثائقي. كاسه المي هاي ممكن تسوي عليه فيلم وثائقي. لأي شيء ممكن تسويه وثائقي تمام؟ وثائقي بس هذا هو اللي إذا لما تفكر في الفيلم الوثائقي بدك تعرف إنه في ناس من الأفلام الوثائقية الناس كثير حطت أخبار كثير مشهد الموضوع حطت أي موجودة هنا كيف كان موجود في المثائق هذا هو اللي كان أي إشي بدك تشتغل في المثائق لابد إنه يكون شيء إشي مبتكر إشي جديد إشي غير إشي يعني تطلع على وجهة نظر ثانية. فبالتالي قالوا مشان توصل للمرحلة هاي لا أنت كمخرج أو صانع أفلام مستقبلي أو مفترض أو لا آخري المفترض فيك إنك تنظر للأمور بشكل مختلف عن ما ينظر إليه الناس تمام؟ بتكون مثل فاهمين يعني ولا فاهمين؟ هو أه؟ كيف؟ ليس بنشوف الفيلم أكثر شيء مش هم شايفينه أصلا. بالضبط. فبالتالي بدي أسأل سؤال. مين كتب مثلا عن مشكلة البطالة؟ أو مشكلة العنصرية؟ أو مشكلة الفقر؟ أو مشكلة الكذا؟ أو ما يقول أستاذ هسه شو الفكرة تبعتها؟ الفكرة اسمها سيدي الناس بتصير لهم أحلام تمام غير اسم فيلم محمد لبنان الصغار اللي مش حمام بيقدروا على طيب بسيطة أحلام جميل مين بيحب يحكي لنا فكرته الثانية؟ كيف؟ حياة في المخيمات حياة في المخيمات شو غير بدي أسألك إياه لكن من فيلم شفت عن المخيمات حدث؟ أنا بدي مشان ساكن تمام هسه بس بدك ترجع له إما بتغير أو إنك تغير وجهة نظرك عن الفكرة كويس إنه تشوف كيف بدك تسويها مش كيف تفضل أنا
العمال الوحيدين في الوحيد. الوحيدين. قديش شغال عنه؟ قديش بتقدر تقول فيه؟ أحمد الله ما حشتغل عن المدير. صحيح. أنت إذا تعتبرك بالأعضاء. تبرر بالأعضاء. الترويج بدك لا لا طيب مين ما عنده المجتمع اللي بيشوف أفضل أشياء مش عادية طيب أنا بدخل فن في الناس في هذا الكلام اللي تجاوب في الناس كل الناس كل أهل احتضار أنا على في كل نهاية عم تحسن من شعب الوطنية عم تجاوب فيه راحل. هو إذا طبعا خلاص يعني صار إيش بعد طبعا طيب في أفكار أفكار كويسة مبدئية بس بحكيكم فيها الفكرة زي ما هي موجودة موجودة في عقول الناس كلها بيفرق كيف بدك تطلع على الفكرة كيف بدك تطلع على الفكرة هاي تعملها بشكل مختلف تمام وجهة نظرك بالفكرة هذا هي الشيء الأساسي وخلينا نحكي كل شيء بعدين إحنا نشرحها المرة اللي جاية في فرق ما بين الفكرة وما بين القالب اللي بتنحط فيه الفكرة كويس ما بين إن أنا بدي أحكي مثلا عن أحكي لي إيش بدي اللي هو المجتمع والأشياء الجديدة كويس وما بين إن أنا أجيب القصص اللي بدي أحط فيها هاي الفكرة كويس في فرق بين الفكرة وبين الإشي القالب اللي بدي أحط فيه بدي أحط فيه الفكرة مشان نطلعها الناس تمام أنا بدي أحكي لكم شغلة ثانية هلا الأفكار تبعكم الإشي الأساسي تاعها إنه هاي الفكرة لما تحطها ما توقف عندها في هاي بتحطها كإشي مبدئي بشكل مبدئي أنا بحط فكرة بشكل مبدئي وبظلني أديرها حتى أوصل للمرحلة اللي بدي إياها، لا الفكرة الأخيرة اللي أنا بقول إنه هاي هي الفكرة بتاعتي أو هذا هو الفيلم بتاعي، بتعرفوا إمتى هذا ممكن يطلع؟ ممكن خلص نخلص من موضوع الفكرة تبع الفيلم؟ يوم أخلص الفيلم، لأنه حتى ما أنت تشتغل بالفيلم قد يستجد معك شغلات، وأنت قاعد تصور ممكن تختلف معك الفكرة القصة كلها، ممكن تقول إنه لا يطرح حدث يعني بيصير شيء جديد ممكن يصير شيء كذا تغير فكرتك تغير مجرى الفيلم كله تغير كل المعالجه بتاعتك بالفيلم تمام في المونتاج ممكن تغير هذا الكلام في كل مراحل الفيلم انت خليك على استعداد دائم انك تغير فكرتك لنفسك انت بنفسك بس من غير ما حد يفرض عليك وهذا الشيء الاساسي كمان لازم تدافع عن فكرتك حتى اخر نفس بس لما بتشوف انه في شيء احسن لازم تروح تمشي مباشره تمام؟ طيب بدي احكي لكم شغله، انا مشان اشتغل فيلم وثائقي، مين بيقدر يحكي لي مشان اشتغل فيلم وثائقي، مين بيقدر يحكي لي كيف بمشي الخطوات؟ في حدا بيقدر يحكي لي او عنده فكره كيف ممكن يمشي بالخطوات؟ خطوات فيلم، انا لسه هاي الفكره عندك فكره صح؟ شو الفكره بدك تذكرني؟ الاعمال الوثائقيين تمام، بدك تشتغل على اعمال وثائقيين، كيف بدك تشتغل؟ هو اللي في معرض الوصف بالوثائقي أول شيء بتعمل التصريح التصوير لا؟ أول شيء؟ أول شيء بشوف أنت عندك إلا نص سطر كويس؟ أول شيء كلمتين عندك العمال الوافدين شو بدك تعمل بهم؟ دراسة الموقع أنو موقع إيش؟ دراسة الموضوع اللي بتعمل أها دراسة إيش؟ الموضوع اللي بتعمل كويس معلومات تلعب تمام مين عندك كمان؟ كويس تمام انا حكيت اول شيء نشوف اذا في شيء حدا عمل عن هذا الموضوع مثلا هي طيب ممتاز وبعدين بقرر شو بدي اعمل عشان اشوف انا نظرتي مش بدي نظره تختلف عن ذاك الناس يعني انا مش بدي اتفرج على الموضوع من زاويه لازم اشوف الناس اللي من قبل هي عملت الموضوع إذا يعني إذا عنده نفس الفكرة في مخه زي ما عنده يعني عشان طبعاً طيب أعطيكم شغلة يعني أوكي خلينا نحكي عملنا البحث بعدين شو بنسوي
بعدين ما قال لي ايش المحل الموافق على الشخص. السلام عليكم. هذا ممكن بعد يتخيل الفيلم اللي كان يا جماعه في بلش يتخيل. ليه؟ ركز لي على هذا المجال. موافقة الأشخاص اللي طيب. يعني أنتوا هاي هي الفكرة الأساسية إنه أنتوا عم تحرقوا مراحل. قبل ما تجهزوا حالكم للفيلم. برضو بتحرقوا مراحل بشكل كبير. وين وصلت؟ هاي خليني أعطيك مثال. بدي أسأل أنا على التيم تبعي. على أي أساس؟ التيم فريق العمل كويس. طب تحكيكم بشكل. أول إشي يوم يكون عندي نص خط بدي أعمل عنه فيلم كويس هي الفكرة تبعكم. الإشي الآيديا اللي كتبتوها بشكل مبسط صغير. نصيحة وهذه على الأقل تجربتي أنا هيك بشتغل كويس وهيك إن المجمل اللي خلينا نحكي السوق بطلب أو حتى تسهل على حالة إنه في المراحل اللي بعدها. أول إشي بتسوي كتبت نص سطر وبتقعد مع حالك وشو بتسوي وبتتخيل الإشي اللي حكيت. تسحب حالك وتروح تعصر مخك تقعد بتجيب ورقة فاضية وتبلش تكتب أفكار إن كانت فيجوال إن كانت في الموضوع إن كانت في الكاركترز إن كانت في أي إشي بدك إياه شو ما بخطر على بالك بالفيلم اكتبه كويس؟ اكتب بقول لك اكتب خربش على في ورقة ورقتين ثلاثة تربشهم اكتب وتخيل شو ممكن تشوف الفيلم هذا رغم انه حد هذه اللحظه ما عندك ولا معلومه كويس رغم انه ما عندك ولا اي محدد ولا بتعرف عن الموضوع غير اللي هي خلاص انت شو بتشغلي فقلت انه ممكن يزبط فيها في الوثائقي فكتبت انه هاي فكره الفيلم الوثائقي وبديت تشتغل عليها. اول شيء بتسوي بروح بفصح بخيالي وبكتب كل شيء بخيالي هذا شيء مهم كثير تمام. طبعا شو فايده هذا الكلام شو بتخيلوا فايدته يعني ما بعرف في حدا عنده فكره ممكن تجيب لك فكره احكي لك شغله الفايده الاساسيه منه ان انت مش محدد لا ببادجت ولا بمعدات ولا بمكان ولا بشخص ولا باي شيء كويس ومن هذا الابداع انت بالنسبه لك بدك تعمل شيء اكسترا اوردينري مش عادي بدك تفكر في الشيء اللي بتعمله وتسرح فيه على اخر نفس شو بدك تسوي تكتب كل شيء بدون اي محددات خلص حالك من كل المحددات اللي بالدنيا واكتب اكتب خربش 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 تقعد لك ساعه ساعتين تخربش بعد هيك تمسك كل الخربشات بتاعتك بتصفهم على ورق كويس حطهم على ورقه واحده يعني بس رتبهم نقاط 1 2 3 4 10 كويس حطهم وحطها لك هاي الورقه مهم كثير هاي اللي بتستند عليها بالفيلم كله بتحطها جنبك وبعديها بتنتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي البحث. ما في فيلم وثائقي ناجح بدون بحث كويس لازم تكون في البحث. طيب نعمل بحث شو بنسوي كيف نعمل بحث كيف نعمل بحث اي فيلم اي فكره اي شيء كيف بدك تعمل بحث كوتش جوجل بالضبط اول شيء ايش جوجل تمام بعدين تدور الافلام اللي تصور ولا حكايه قديمه عليها ولا ممكن انها تكون خبر في بعض الحدث يعني المهم 7 مليار من البشر اكيد في خطر يعني او تساوي طيب خلينا نحكي انه هذا الحكي مبدئيا خليه اوبشن بس مش دائما تدور على اشياء تساوي ندور حتى انا تكون فريد في قصتك اللي بدك تحكيها مش دائما ندور في مدعي العقل لازم ادرس سياده يعني شو بدي احكي في المرحله هاي لا في المرحله اول فكر بكل شيء في البدايه لما بتيجي بتكتب وبتخربش الاشياء اللي حكيت لك عنها هاي بتفكر فيها بكل شيء بالناس اللي بدك تضيفهم انت مش محدد المطلق انت بتقول كويس في البدايه
فبالتالي بتكتبي كل شيء بتكتب في بالك، كل شيء، حتى لو كان جرافيكس، حتى لو كان التمثيل، حتى شو ما كان حطي في بالك واكتبي، ما تخليش ما تحدديش حالك بالمره. كويس؟ طيب ايوه ايش بحكي مع الناس كويس. لو بدي اعمل شيء كثير لوكال كويس في البلد، بدي اعمل انه الشوارع حفره كثير مثلا، وين بدي الاقيها الشوارع مثلا؟ وين بدي الاقيها؟ وين بدي الاقيها في جوجل؟ ايش زي بدي اسحب حالي، وهو الشيء الاساسي في البحث. اوكي اعمل جوجل في البدايه، دور على الموضوع، دور على الاشياء، ودور زي ما بدك، بس في شيء اساسي بدك تسحب حالك وتروح على المكان اللي انت بدك تشوفه، اللي بدك تشتغل فيه، بدك تروح تحكي مع الناس اللي بدك تعمل عنهم فيلم، بدك تعمل عن عمال وافدين، بدك تروح تقعد تحكي معهم، بدك تحكي معهم، تسالهم كل التساؤلات. طب بناء على ايش بدي اعرض التساؤلات؟ وبناء على ايش بدي اروح اشوفه؟ فكرة. بناء على الخشبات اللي حطيتها. على درجة. هاي هي اللي بتعمل لك اصلا القاعدة اللي بدك تمشي فيها لقدام. كويس؟ انت هون بلشت تحدد عمليا لما كل الاشياء والتخيلات اللي حدثتك اللي حطيتها كتبتها على الورقة. كويس؟ هاي هي اللي بتعطيك الاساس مشان تمشي فيه لقدام. سحبنا هذا ورحنا حكينا مع الناس، بدك انا سيدي على الورد، تفضل اسالني، شو بدك تسالني؟ شفت لسه لانه ما في لانه ما في ما بتقدرش تمشي باي شيء. لا اوكي كويس. هاي الاشياء وانت تحطها هسه، هاي هي اللحظه في الجنان، بس مشان يكون مبني بشكل كويس على الاقل بدك تكون مرتكز على شيء، بدك تكون قاعد مع حالك فكرت و فكرت منيح شو بدك، شو بدك تحكي بالفيلم، وإشي أساسي. بس هسه ممكن ما ينحط هسه، بس على الأقل كرؤوس أفكار اللي هي وجهة نظرك. أنت شو وجهة نظرك عن الموضوع هذا؟ يمكن لسه ما تكون كونت وجهة نظر كويس، بس على الأقل بتفترض وجهة نظر لك، بتقول إنه يمكن الحق معهم بشكل واحد اثنين ثلاثة، يمكن إنه الحق مع ضد الحق مع الدولة مثلاً إنها تروح لهم لأنه واحد اثنين ثلاثة، يمكن كت افترض شوية أشياء قبل ما تروح. كويس، روح بافتراضات مسبقة مشان تقدر تسأل الناس تتعرف، بس هون بعديها بتكون وجهة نظرة، بتصير في عندك وجهة نظرة تبني عليها. طيب سحبنا حالنا وروحنا سألنا الناس، شو بدي أسوي كمان؟ عملنا جوجل ورحنا سألنا الناس. بدي أصور الإشي نفسه اللي أصور فيه كيف بس. بدي إيش؟ يعني مثلاً الشوارع مكفرة، بدي أصور واحد هو يو واحد هو ما يعرف. بدي أصور بس بدري عن التصوير. بدي أكتب اللي جمعته كل شو. كذا راح مع بعض في مش شرط. لسه بدري، احنا بدنا عمالك لساتك تبحث في مرحله البحث. غير مين عندنا؟ ببحث هاي الفكره، هاي الخدمات كيف بدي اعملها، كيف بدي اسويها، كيف ممكن كل شخص حتى شخصها ممكن مش شرط، هلا هاي هي المطب اللي ممكن تلقى فيه. الخدمات هاي تعبت هذه بالاخر هي افكار عامه، الناس مش مستعده لا على بحث ولا على اي شيء ثاني ولا على اي شيء. حط افكار اسمها. ايوه بالضبط، لا ادري. بالضبط، انت هسه سحبت حالك رحت عملت جوجل رحت سالت الناس، بعدين شو بدك تسوي؟ ممكن لا 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 مضبوط في منه هلا، بس هذه المرحله اللي بعديها بالضبط. بس طلع شوف انا الموضوع اللي جيت اعمل عنه البحث كمان داخل انه نعمل قصه وكلام ولا كل شيء بدنا بس داخل نعمل. طيب احكي لي تلخيص المعلومات اللي انا جمعتها. لسه في مرحله قبلها، بتعرف شو؟ استاذ احنا بس مش حصلنا على معلومات بس يعني وين وصلت المعلومات اللي شيء؟ وصلت اللي ضفنت شو هو وصلت. يعني انا بعد ما جمعت من جوجل وشفت يعني سويت مرحله من هذا، لازم اقرر انا شو بدي من المعلومات اللي اخذتها وانا شو اللي ما بدي اياها.
تمام. في مرحلة قبل، في مرحلة قبل. أحكي لكم شغلة. نرجع لأساس الفيلم الوثائقي في الدنيا. تعرفوا شو هو؟ المراقبة. بس حالي إذا كان بالإمكان، طبعًا إذا كان بالإمكان وإذا كان الفيلم لوجرافي يعني مثلًا زي ما الوافدين زي العادات الجديدة زي كذا. بس حالي بروح بقعد في كافيه في مقهى في مش عارف عند بناية تنبنى بقعد بطلع كويس بس بقعد بطلع براقب وهذا أهم شيء إنك أنت تقعد بديها وتراقب اطلع اقعد ساعة ساعتين ثلاثة عشرة لحد ما تكتفي يمكن بدك يوم بدك يومين ثلاثة أربعة ما بعرفش على حسب ما أنت تكتفي وتقول أنا كونت فكرة كويس سؤال لسبب معين يعني سؤال الناس لو شو مكان ما تتوقعش انك تاخذ الاشي اللي عندهم لمجرد مسألة تمام الناس ما اعطتك اللي بدك اياه هذا اشي مهم انه هم بيعطوا الناس اللي بدهم اياه بس مش اللي كنت بدك اياه وهذه هي وظيفتك انك انت ما تطلع اللي بدهم اياه الناس تطلع اللي انت بدك اياه تحكي اللي انت بدك اياه مش اللي الناس ممكن تحكي لك اياه هلا 100 واحد حيحكي عندك بالفيلم مش مشكله بس انت شو بدك تحكي من تجميع كلامك من المونتاج اللي بدك تعمله بلاتها بعدين بنيجي لمرحله فبالتالي بعد ما عملناها مين بيقدر يعيد لي هسه الاشياء مره ثانيه لحد ما من عند الفكره يلا تجينا الفكره تمام تخيل ضبط الاشياء كلها تطلع على ورقه مرات بتلاقي ورقة كم سنة بحث عن ورقة ترتيب بعمل بحث عن الموضوع كويس البحث جوجل بعدين تمسح حالك تروح تشوف الناس بعدين المراقبة بعدين اوبزرفنج لابد منه تمام طيب مجرد ما انا راقبت بعدين شو بدي اسوي؟ خلص قالت راقبت عدد من الساعات يوم يومين بعرف ايش في عدة اماكن الى اخره اكتفيت حسيت ان انا اكتفيت من الموضوع تقريبا لميت شو بدك تسوي؟ جمع معلومات انت جمعت اسئله موضوع هذا بلخص ايوه ايش؟ بلخص كويس ببلش اعرف المشاهد كويس بالضبط هلا بدينا صار عندي كم المعلومات اكبر من اللي انا بدي تمام؟ أكبر من اللازم، أكثر أكبر من الحاجة. بقدر أكون هنا وجهة نظر ولا لا؟ مين بقدر أقول إنه بقدر أكمل وجهة بقدر أحكي وجهة نظر عن اللي شفته؟ لكن مش كاملة تكون. على الأقل وجه لا صار عندك وجهة نظر ولا لا؟ يعني فكرة كانت كتير عام. بعد ما شفت الأرقام الجماعية مش عارف شو صار عندك توجه أكثر لمكان معين أكثر من الثاني. طيب. ما أقول بس بدي أسأل سؤال مين بيحكي إنه نقدر نكون وجهة نظر عن الموضوع هذا مين بيقدر يحكي إنه نقدر نكون رأي في المرحلة هذه رأي إيه أنت كمخرج مش لك رأي في الموضوع لك وجهة نظر مش هتفرق معه تقدر مين بيحكي بتقدر تقدر في المرحلة هاي بعد ما كملت البحث تقدر تكمل وجهة نظر بتعمل بتقدر تكون وجهة نظر عن الموضوع بس مش زي يعني تقدر تكمل تقول أنا بصف هون أو أنا بصف هون أو لا بعد المراقبة أو لا مش عارف مش عارف كويس احكي لكم شو في هاي المرحلة طبعا لازم تكون كونت وجهة نظري طبعا خلص انا خلص خلصت بحثي خلصت البحث لفيت عملت سألت راقبت مش عارف ايش بعدين تقدر تكون وجهة نظر ولا طبعا لازم اكون بقدر اكون وجهة نظر تعرفوا ليش؟ لسبب واحد انه انا فيما بعد بدي الخص البحث تبعي وبدي الخص المحاور وبدي امشي في خطوط الفيلم تبعي بناء على وجهه نظري، طب بناء على ايش بدك تلخص بحثك؟ بناء على ايش بدك تقول انه انا هاي المعلومه بدي اياها وهي المعلومه بديش اياها؟ بناء على ايش بدك تحكي انه هاي القصه بدي اياها وهي القصه بديش اياها؟ بناء على مين؟ او بناء على وجهه نظر، طب لما بحكي وجهه نظر بدي ارجع لاول كلمه كتبتوها اليوم، في حدا حكى لي حياد
حياه. انت حكيت حياه صح؟ طيب شو رايكم؟ في فيلم في الدنيا الحقيقة؟ لا بهاي ولا صح في المجال انت حطيت عند السكة محل خلاص كويس بالتفقين على الحياة ولا لا؟ نوعا ما الا اذا طب التعريف بقول لكم بالتعريف الفيلم الوثائقي تسجيل الواقع من وجهة نظر فبالتالي انت مش محايد مش محايد بس في فرق ما بين المحايد والموضوع او المحايد والمهني كويس؟ هذا هو اللي بنحكي فيه احنا مهنيين بس مش محايدين ما في حد فينا محايد كويس محايد انك انت مالكش راي محايد انا واقف بالنص بس موضوعي او مهني انا ما بكذب انا ببثلش انا بالضبط انا بجيب الموضوع متوازن بس انا بجيبه بالاخر زي ما بدي في الاخر متوازن اوكي بجيب كل الاطراف بس بالاخر بدي وجهه النظر تاعتي في الاخر احط وجهه نظري حوصل الفيلم كل وجهه نظري تبعتي من وجهه النظر تبعتي معناه انه في انه احنا مش محايدين مطلقا قول ما انه عندنا وجهه نظر قول ما انه عندك رؤيه انت مش محايد متوازن طبعا لازم يكون متوازن يعني شو بيحكي لك خلافية لا مش متوازن يعني ايش طبيعي طب الصفه محايد لا توازن في شيء والوحيات شيء بمعنى أنا بدي أعمل عن أحكي لك شيء بدي أعمل عن الأعمال الوكيلين وبدي أحكي إنه هم مظلومين أو مش مظلومين في تسليم مثلا كويس شو بدي أسوي إنه أحكي مرة ثانية في عندي طريقتين إني أنا بخلي الفيلم هيك مايل بروح بجيب بس لنظري انه انا بدي احكي انهم مظلومين انهم مساكين بروحوهم مش عارف ايش بتعيط عليهم بسحب حالي بروح اصور عليهم اصور معهم بس طب ليش بسببكم هم بدهم مشياء هم مش عارف شو هم بحكي هذا في وجهه نظر ثانيه انه لا انا شايف انهم مظلومين بس ما بقدرش استثني وجهه نظر الحكومه كويس بروح بجيبها بس بجيب وجهه نظري كويس لازم يكون متوازن او يفضل شوفوا هذاك اسمه وثائقي بالمناسبه يعني ان اجيبهم بالشكل هذا بروباغندا بسموها انه خلاص بروباغندا لا شيء معين انه انا بدي ادعم هذا الموضوع هيك 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 خلاص بدي اخليه بكائي بدي اخليه مش عارف ايش بهذا الشكل هذا اسمه فيلم وثائقي بالمناسبه بس مش فيلم وثائقي الناجح خلينا نحكي او فيلم وثائقي اللي الناس ممكن تتاثر فيه بشكل كويس فيلم وثائقي اللي بالفعل مؤثر ويكون متوازن بجيب كل الاطراف الناس اللي بتحكي فيه بس بخليهم يحكوها بالطريقه اللي انا بدي اياها وفيها مش ما بنقي حدا بس بالاخر في عندك منتج وفي عندك اسئله بدك تسالها وفي عندك وجهه نظر بدك تسويها وبعدين نحكي فيه تفضل شوي انا بعرف ان الفيلم الصحفي بيكون سري مخرج تكنيك نوع مش شغله الصحافه تكون الأخبار. بالضبط احنا مش هنعرف طيب كثير هدول طيب بس بصير اطرح تفضل اوكي هلا احتفت ما بين فيلم تخيل مهرجانات لا قصيره بحكي عن حياه وحده مصريه زوجها تركها مع اولادها كانت عايشه هي على قارب هي واولادها قارب يعني مش في بيت ابدا مش سائل عنهم وبس طرح موضوعه وطرح حياته وحياة أولاده كيف حتى مية البحر بتحرمه كيف بياكلوا سمك بيصطادوا تمام بس موجود آخر هذا إيش حبه هلا هو ذا بتاعه ما بدأ أنا بدأش أحكي لك عنه قبل ما أشوفه لأنه بالآخر يمكن يبكي هو المفترض أي مخرج بده يسوي أي فيلم بده يحكي من وراء شيء هلا طلع حكى إنه هي لجأت لبعض الجمعيات صدوها بالاخر في مفترض انه في رساله معينه بتحكي هلا هي ممكن تكون على طرف مش هي القصه الاساسيه مش هذا هو الشيء الاساسي لابد وانا حكيت انه ممكن جدا يكون الفيلم بهذا الشكل بس عمليا بدك الدنيا تطورت كثير ومشوا العالم بمجال الافلام الوثائقي دائما تعودوا لمس ثقيلكم قدام الناس تجيبوا كل الاطراف لمس ثقيلكم قدام الناس لازم يكون في كل الأطراف موجودة حتى على الأقل لما تيجي بتحكي تطرح أي مسألة أو أي مشكلة مقنع هتكون مقنع بالفيلم الوثائقي هتكون مقنع أنا زي كل الأطراف تبعك
مقنع انه انا جايب طرفين، اذا كان بدي احكي عن مشكله فانا جايب طرفين المشكله. فحتى لو بدي احكي عن شيء فرايح شيء كويس شيء الناس بتنبسط منه، بدك تجيب كل الاطراف لابد منه هذا. تمام؟ انا على الاقل هيك بشوف يعني. طيب في مين عندك كمان سؤال ثاني؟ بس انا بعمل كويس طيب بدي احكي لك شغله. هلا وين وصلنا؟ وصلنا عند وجهة النظر. تمام. وجهة النظر شو دي بناء عليها؟ هسه قبل احنا ماشيين خطوة خطوة. لا لسه هو هذه المشكلة انه هاي الافلام الثقافية بدها شوي شوي بدأت تشتغل فيها شغل كثير يعني. هلا هل بتحكي قبل ما ابلش اكثر استخدامي لازم طبعا احكي لكم شغله في اشياء حطوا لنا خلينا نوقف لهون الاشياء هسه بدنا نرجعها بعد شوي. مين عمره شو تحضر افلام وثائقيه ولا لا؟ مدمن افلام وثائقيه. شو احلى فيلم فيلم وثائقي؟ احلى افلام اللي بتتذكروا احط طبعا فيلم طيب اللي هو نوش يعني. لا هو رائع، هو فظيع يعني. انا فكرت ازاي الجامعه المزنطره اللي صارت في واعتقد كله من الاشياء الالماني اعتقد. لا هو مجمع سوفيتي الفاضي، لانه الالمان كل ثلاث جنود يمكن كان معهم كاميرا مش معقول يعني. طيب غيره مين عنده؟ فيلم كثير حلو انا تبع شارل شاكلين، هو الحلقه الوحيده اللي حكى فيها كان يحكي على الطلاب بيحكي يعني بتعمل عصر صار يحكي على الحرب صار يجي ففي حدا دخل على الفيلم الاصلي تبعه دخل مقاطع من الحرب بناء على الحكي ومن بعدها يعني كانت المره الوحيده اللي بقرر فيها انه ما بطل يحكي وسبب الافلام في مثلاً في فيلم لو شو بعرف وش أنت شو اسمه؟ والله هو إشي عن الديكتاتور. لا هذا فيلم عن الديكتاتور. الديكتاتور. فيلم عن الديكتاتور. هو الديكتاتور فيلم الديكتاتور أصلاً هو الوحيد الفيكشن المتكلم. لو فيلم واحد أحكي فيه شاب شاب. بالضبط. طيب مين عنده كمان شاف فيلم وثائقي بتذكره ويشاركنا فيه كلام؟ لا هذا عن ما بعرف برانكسي، هذا بيكون ستريت ارتست مشهور بيروح بيلون بيحط اشياء جرافيتي جرافيتي ستنسلينج مثلا او ديزني لاند او محلات كثير مشهوره وما حدا ما حدا عمره شايفه ما حدا بعرف كيف شكله ما حدا بعرف مين هو. ففي واحد بلش يعمل دوكيومنتري عن ستريت ارتست وصار يطلع معهم يعملوا بالليل وهذا 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 بعدين انه كيف تبعه كان انه قدر يعمل انترفيو مع بانكسي وبعد ما عمل انترفيو مع بانكسي قرر انه رح اقلب كل الدوكيومنتري علي انا انه خلص بديش بانكسي بدي افرجي انا كيف بدي اصير ارتست صار ارتست صار عمل جاليريز صار يبيع اشياء بالمليون هيك اشياء في كتب ثانيه طويله حتى نوع شو اسمه؟ I'm going to go to the house. كيف بنقلوا عدات ومشياهم في تمنس فواحد من تمنس اسمه دوال وعم بيورشوا كيف أصلا. طيب بدي أحكي لكم شغل بتعرف ليش أنا قاعد بسأل؟ أول شيء أنا أكثر من شغلي أول شيء لو بس بدي أحكي لكم قصة الفيلم كويس اللي بشوفه
ننسى قصص الأفلام. بدي حدا يحكي لي هلا قصة عنه صارت معه أو قصة قصة فيلم ما بعرفش يا هيك يا هيك. قصة فيلم. أو قصة عنه يعني من إيش من صار بحياته يعني يحكي لي قصة يحكي لي إياها إحنا كلنا. مين أنا؟ قصة عنه هيك بتشوف إنه صار إيش معك حياته. حلو يعني. معلش إذا كان بالنسبة لكان سيء أو مش سيء. أنا زين الحديث في يوم من الأيام. لا الكل. جميل. أنا سيء. كنت في يوم الليل. كانت مشاهدة كانت الدنيا يعني تقريبا جوز الصباح ما في مواصلات عم نسيء هذا الجو. فبدي أطلعت أستنى المواصلة، فضلت المجمع بالرائع تقريباً ما بين الساعة 12 الساعة 17 فأدرنا في الجمهور بالأخير بالكذب، طريقة في واحد من الحالات السبيات كان مشغل موسيقى عراقية محبة كثير لا يصبر نعم المغني إبناد الملكة حباب وفا الملكية حبازة كبير طيب فمشغل محكي له أنه ببيس مديات الشاب عنده إعاقه وضعه وجوده مصر كثير هيك البحر من جنب وغيرك من جنب طبعا في السباب المهم فقعدت معه بدي ما كان برضه ضيعوني فالمهم بأكد من يوم جنب مليون على الأغاني مش الأغاني طلع كانت ليك ميلاد من المكان وهو ينجاب الموضوع من اليوم بسيط كذا كنه 25 فكان إنه هذا شوي غريب رحنا أنا والشباب اللي أصحاب محلات سبية تروح عليهم إنه صاحب عمل هذا رحت على محل التسديات من جيران أربعة خمسة كانوا داويين طلبوا لي كيف شفنا زي ميلاد نعمل معاهم وشفت الصوت ما نعمل لحظة اليوم رحنا على محل اللي احكي لك جبنا كيكة بالبوكس جبنا شمعة والخمس محلات نفس ما بنحطوا الأغنية الثانية هالجاز الحين كل جمعة غدا سمعها هي وهو صبر زيك وعطينا اياها كل بده يجي لنا راح تلبس بيه في واحد اعطاه بكيت دخان ما حدا اعطاك الدحكه انا كنت لابس حتى وعطيت وياه يعني بس بقيت لا يعني الدحكه دي هذيك شغله فبعد ما رحنا يعني خمسه صار الساعه 7 بنروح بعدين ما بنسال كمان لساعه 1 واغاني وافلام وكذا وكذا فلما سلم عليه قال عم بقول له معين واحد واحد انا سته كان يمكن فبقول لي هذا احلى يوم عشته في حياتي كلها كان وهي الهدف هلا بترجع على القصه مين عنده قصه ثانيه؟ احكي لك عن قصه يلا يعني احكي لنا كلنا مش جديد بس ما بعرف اسمها كيف ولا لا بس لما دخلت في جيتي اساتذه المدرسه اللي انا كنت فيها كانوا حطوها علينا من اوائل المملكه اللي كنت فيها زمان في الرياضيات لما رحت الباب وحكي لهم هاي المعلومة صار يحكي لي كيف إذا شفت 99 لو كنت قدرت هندسة فقررت يوميتها عشان ما حدا ما اتخانق مع حدا وما حدا يسيطر علي بنفس الوقت اني انا بديش ادرس. ببساطة باختصار هيك انه خلص انا عارف اني مبدعة وشاطرة وذكية ورائعة وتجنب ايش بديش ادرس تمام فانا قلت كيف شو بدي ادرس شو بدي ادرس انا لا هندسة ولا طب ولا مش عارفة شوفوا ما بدي 80 هاي 80 ما بدي اجيب فجبت 76 ونص كل ما كانت على 150 المهم رجعوا قرروا أهلي إنهم لازم يسيطروا علي ففرح 76 يعني أنت القدرات مش كثير منيحة وأفضل إيش أدخل اللغات الأردنية سنة زمان كان على معدل إنذار طب أنا ما بفهم لغات أنا مش كذي بعدين قلت لهم أنا قررت أدرس بجامعة ألمانية إدارة لأني أنا هدرت تخصص إلى بعض شخص أخر تمام وما حدا يعني هو كان على تعهد ومش عارفه شو قال لي اذا بترسل بتدفع الماده ومش عارفه اذا ما جبت معدل اكثر ايش اذا ما بتتعلم هي حساب اكثر ايش حطوا لي شروط معقده اشياء قلت لي مش كثير معقده المهم بالاخر هذا اللي يطلع والدي قبل ثلاث ايام لا انا عرفت قبل ثلاث ايام انا ما كنت عارفه انه هو اللي بيطلع انا كنت بدرس اللي هو شو دراستي بدرس
بدرس بحب التخصص بطريقة مهمة تمام؟ وما كنتش محققة ولا شرح من الشغل اللي وقعنا عليها أقول وأنا عم بعمل براءة السمع تمام؟ من الجامعة شفت إنه كله تمام؟ وبتذكر قلت ما رح أخذ لا بابا ولا ماما ولا عيلتي ولا حدا من هنا وإجوا على المتأخرين شوفونا مش فاهمين كيف بدهم يتخرج أنا كنت بقول الدفعة على التخصص الأولى على الكلية فهيك قالوا الأولى على الدفعة فرحوا على المشروع الثاني بسمية بابا هيك وقف لحاله يعني كلهم كانوا عادين بابا وقف سقفني بعدين إجا مش عارف الصور اللي عم يسقفني أنا بابا من يوميتها بابا حكى لنا جملة قال لي فرح أنا ما رح أرجع أشتغل بطلع بعدين لأنه أنت واضح إنك كثير يعني بتفهم شغل بس هي استل رابع طيب الفكرة الأساسية أنا بدي أقول لك قصص بس لازم تحكوها لازم نقدر نروي مش نقدر أطلعها من آخر الأفلام في شيء مشترك بالقصص تبعنا أول شيء النوم في يوم من الأيام يوم من الأيام بعدين الروح نصير فجأة بعدين وفجأة المهم ثم بالآخر فأنا حبيت أحكي واحدة تمام؟ أحسن من الكولة تضرب قبل أي قصة في الدنيا بدأت في شيء هذا الشيء كويس طبعاً ممكن يكون فجأة في 4-5 فجأة مش فجأة ممكن يكون عندنا 7-8 مهمات ممكن يكون عندنا في الآخر واحدة أنا شو بدي أحكي شو رأيك؟ يعني هذا الكلام لا معشان الفيلم اللي جبنا الفيلم هل الدنيا في زمن القصة بالضبط أي شيء أنا حكيت لك الفيلم الوثائقي الفيلم الرواية أي فيلم في الدنيا هو قصة تحكيها أنت هلا تطورت الدنيا كثير ممكن تبدأ القصة من الآخر بالفيلم الوثائقي أو الفيلم الفيكشن ممكن تبدأها من النص ممكن تبدأها وين ما بدك بس فيها هاي العناصر من الآخر يوم من الأيام فجأة صار كذا 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 المهم بدي اختصر عليه صار واحد ثلاثه بالاخر انا بدي احكي لك هيك بدي اجرب القصه الاولى خلينا نركز مع قصه مارك وعارف في شغله بدي احكي لي اول شيء شو حكيت لي في يوم من الايام كنت ذكرتني كويس هاي المعلومه الاولى وهذا اللي بدي اياك تركز لي فيها كنت ذكرتني اي شيء في الدنيا اي شيء في اللي حكيته بالقصة كان له علاقة لو انك شطبت لي هاي المعلومة انا بقدر تفرق معي ولا لا مش راح اتاخر هذا ممكن لا او وصلت القصة كويس بس انا شفت الحكي طيب انا شغلي بس بضحك الاشي الاساسي انه هاي المعلومة اللي انت ذكرت في الاول لو انا شطبتها هل بتاثر على القصة ولا لا؟ انا ذكرت على الانترنت مثلا او حزين مثلا بس لما اجي بقول انه انت كنت سكران في ذاك الوقت ما حكيتش المعلومه في يوم من الايام كنت في مجمع الغداء وصار وقت 2-3 فرقت معي؟ في حدا فرقت معي القصه؟ لو حكيت لي انه لانك كنت سكران كان في 1-2-3 كان صار معي كذا 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 انا شخصيا لو شطبتها جزء ما تفرق معي كويس؟ فعليا الحدث هذا لو لانك ما ربطت لي اياه في كل القصه فصفى وجوده زي عدمه واحد كويس؟ بس كمل اللي عرفني عن انا من جانب مثلا ايوه يبين يعني انا سميح مش انا بحب اقول في الموسيقى قبل لما اسمع يا صبر لو فهمت في اخر الدنيا وانا صاحب جوز خلص انت او جنبي لما كنت اقرا لها روح اسمع كويس هاي معلومه انت مثلا ما عندي شيء كويس؟ ما بعرف فبالتالي ما ربط لي شو دخل هاي في هاي فلما ربط لي انا هيك كان مفترض هاي المعلومه تكون موجوده مشان تلبك البوم هاي كلها لو بس او لو شطبتها بمعنى اللي بدي اوصل له انه في كثير شغلات بالقصص اللي حكيناها بالقصه اللي حكيناها اول شيء بدك كل شيء بدك تحكي لي اياه بدك تعرف ليش حكيت لي اياه بيقول لك كان مش عارف ايه طب بدي اعرف ليش حكيت لي اياها
بدك تقول لي لانه انا لما بكون 1 2 3 بصير معي كذا كذا كويس فبقدر اكمل القصه معك او انه في فعلا في شغلات زياده في عندي شغلات زياده طيب فجاه هاي شو بنسميها احنا نقطه تحول نقطه تحول انه خلاص بدا الحدث كويس بدا الحدث في الاخر المهم صار كذا 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 اكتشفت فجأة انه يوم عيد ميلاده فقررت كويس هذا ايش اسمه؟ البيك بنسميه البيك اللي هو متعبي انتهى خلاص بديت اشتغل فيها ووصلت لدروة القصة وبلشت القصة تمشي بالحال تبعها كويس؟ اخر شيء انت ليش حكيت لي القصة هاي؟ شو كان بدك تحكي لي منها؟ لا انت حكيت لي الجمله الاخيره في الفيلم تبعك اللي حكيته في اهم شيء وهي هي الفيلم كويس انه هذا الزلمه قال لك انا كان اسعد يوم في حياتي مظبوط بس في الاخر النهايه اللي بتحكي بتعمل مع حدا خير راح يكون سبب سعاده حدا يمكن هذا هو كويس هاي هذا هو طيب بس احفظوا لي انا برجع لها بس بدي اخذ بدي نحكي عن قصه فرع شوي فرع نفس الشيء مضبوط لو في يوم من الايام فجأة المهم ظليت نمشي زي هيك لحد ما حكيت لي الكونكلوجن تاع القصه اللي هو شو اللي هو حكيت له ابوي اني انا مش راح اتدخل بقراراتك بعد اليوم مضبوط؟ طيب شو يعني انت شو كذا بدك تحكي لي بالقصه؟ انه ما تتدخلوا حياتي لابد ما يتدخلوش في ورانا في قراراتنا مشان نقدر نكمل زي ما بدنا احنا فبنقدر نسوي شيء كويس هذا اللي بدك تحكيه مضبوط؟ طيب هذا الشيء الاخير الكونكلوجن اللي بنطبق فيه بالاخير شو بنسميه؟ لا هو هذا نقول لك انت حكيت لي جمله بس هي عمليا طيب احنا شو اللي حكينا القصه تاعك حكيت لي عشان تقول لي انه بتعمل خير بحدا ممكن يكون سعاده حدا ثاني تمام بعد ما الحدث بعد ذا عمرك ما تحكي بالناس حدا ويدخل ما نعرف خاطر المشكله اللي كان نسيه خلينا نحكي انه هذيك الجمله هي اللي بدنا اياها اللي استفدناها من كل الفيلم من كل القصه تاعنا كويس نفس الشيء حكينا انه موضوع انه الاباء ما يدخلوش الابناء ما يدخلوش راح تكون مش عارف ايش كويس هاي الجملتين هاي كل جمله فيني شو بنسميها هاي؟ المسج ايوه شو المغزى مش عنوان هذا موضوع ثلاث اسطر يعني مو سطر بزبطش عنوان هلا احكي لك شو هاي الشيء هذا هو الشيء اللي حكينا عنه الرؤية وهذه هي وجهة النظر اللي حكينا فيه بمعنى انه انت هيك بنيت وجهة نظرك شو سويت انت؟ احنا حكينا قصة انت حكيت لي قصة كويس ظلت تلف 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 حوالين المسج تبعك حوالين الشيء اللي انت بدك فهي صفت انه انت عملت خير مع حدا فقال لك انا هذا اسعد يوم في حياتي الخير مع حدا ممكن يكون ممكن يسعد حدا ثاني. مشيت القصة قصة حلوة بالمناسبة انه كيف تدرجها بالاخر توصل انه لا الاباء اذا ما تدخلوا او تدخلوا بقدر معين واعطوا حرية لابنائهم الابناء حيبدوا تمام؟ هذا ايش اسمه؟ هذا وجهة النظر هذه الرؤية تبعك تمام؟ هذا هي انا هيك شو اللي سويته؟ انا حكيت قصة مشان احكي فيلم منها مسج وحدة كل القصه اللي حكيتها شو احكي منها مسج واحد الا في شغلات على جنب حكيتها في شغلات انبسطت فيها وانحكت فيها شوي في شغلات بشينا فيها بنتحمسنا من كيف بدنا نكمل القصه حلو كويس بالاخر انت كان بدك شغله واحده بدك مسج واحد هاي المسج هي الرؤية تمام هاي الرؤية اللي انت بدك تحطها تبني عليها قصتك كلها تخلي كل القصة تشيل كل الزوائد اللي ما بتهمك بالقصة كل المعلومات اللي ما بتهمك بالمسج تبعتك
او في هاي الرؤيه تاعتك اللي انت بدك وجهه النظر بتاعتك اللي بدك تحكيها بالفيلم ما بتهمني، هاي معلومه بتهمني، هاي معلومه بتهمني، هذو هاي بس التسلسل هذا هو اللي بيحكي لي المسج تاعك. تمام، بالاخر انت شو اللي سويناه احنا؟ احنا ما حكيناهاش صراحه، مزبوط، بس وصلت ولا لا؟ تمام، هذا الحكي اللي احنا حكيناه حكيناها بالصدق، حكيناها كلاما. الفرق بين هذا الكلام وبين الفيلم شو؟ الفيلم لازم توصلها حكي، بس انت بتخلي الفيلم بتخلي الانسان هو يكتشف نفسه. يعني مش هذا اللي بحكي بالمية، بحكي لك نحن هسه حكيت لي اياها كويس. الفكره الاساسيه بالافلام واللي بيفرق معنا بالافلام انه احنا بنحكي هاي القصه نفسها بالصوره، مو هذا اللي بحكيه انا، بحكي بالصوره، بشوف الصوره. ايوه بالضبط، بشوف، هي هي الاشي الاساسي انه انا بحكيه بالصوره باقل قدر ممكن من الكلمات، باقل قدر ممكن من الاحداث، وصل لي هاي المسج اللي انا بدي اياها. تمام، مين اللي حدد المسج تاعتي؟ انا حددت، انا حددت. طيب ممكن نفس القصه حدا يشوف فيها وجهه نظر ثانيه فيغير فيها شويه؟ بالضبط، هذا اللي بدي احكي لكم شغله. هاي الرؤيه احنا بنسميها رؤيه او مسج او الى اخره، في لها تسميه ثانيه بالافلام، الناس بسموها ثرست. ثرست الثرست اللي هو يعني بالعربي اللي هي الرؤيه اللي بدك تحكي فيها، الفكره اللي بدك تحكي فيها. لو جيت سالت السؤال التالي، قصه معاذ عن ايش؟ مين بده يجاوبني؟ من جماعه. قصه معاذ عن ايش؟ عن الزلمه من بنت عن الشخص، الزلمه من بنت عن الاشياء البسيطه في تعال. طيب انا هذا السؤال سالته وانا متوقع ايوه، وهذا هو الشيء الاساسي، هذيك هي الاجابه الصحيحه اللي انت حكيتها. لما بحكي قصه الفيلم عن ايش، او مش قصه الفيلم، الفيلم هذا عن شو؟ الفيلم هذا احكي لي الفيلم، اي فيلم احكي لي عن ايش؟ عن شو الفيلم؟ ما بتحكي لي قصه، ما بتحكي لي الفيلم هذا عن قصة واحد، عن قصة واحد عمل واخد راح واحد اثنين ثلاثة. ما بتحكي لي هذا الفيلم عن الواحد تبرع بالأعضاء ساعته مش عارف شو صار معه. معي شو؟ ما بتحكي لي هيك، بتحكي لي المغزى من وراء، بتحكي لي المسج تبعك، بتحكي لي الرؤية تبعك، بتحكي لي الثرست تبعك، بتحكي لي إنه هذا الفيلم هذا عن إنه الخير ممكن يصنع سعادة مثلا. تمام؟ فهيك صارت الإجابة صح، عن إنه الحرية للأبناء ممكن تصنع الإبداع. تمام؟ هاي المستطر هذا ما لازم يكون أكثر من هيك في أي فيلم بدكم تسووه. وجهة النظر تاعتكم لما بدكم تصيغوها بعد ما نوصل للمراقبة والمش عارف شو، قلنا خلاص بتقدر تصيغ وجهة نظر عندك، لازم تصيغها بهذا الشكل. صيغها مصطفى بكثير، ثلاث اربع كلمات بس، ثلاث اربع كلمات. وبتعرفوا كيف تصيغوها؟ صيغوها كحكمه. حكمه؟ ايوه، يعني بتيجي بتحكي ممكن تصيغها انه عمل الخير يصنع السعاده للاخرين. تمام؟ هذه بتصيغها بهذا الشكل، يعني الحرية للأبناء هي أو الحرية للأبناء تصنع الإبداع مثلا. زي الحكمة بالضبط، هي فعمليا هاي أهم شيء بالفيلم. أنا لما بحكي لك عن إيش الفيلم، المفترض أنا كمشاهد توصلني هاي المسألة، ما توصلني شيء جديد، هذا الإشي بس. تمام؟ مين بيحضر أفلام سينمائية؟ بتحضر أفلام سينما صح؟ طيب مين يحكي لنا فيلم كلنا حاضرينه؟ لا لا لا، مين؟ دراسة ساموراي حاضرين كلكم؟ اه اه لا، دراسة ساموراي في حدا مش حاضر؟ طيب احكي لي شو هذا؟ حكيت الكريدت.
درس صغير اللي هو اللي بيروح على تشاينا. ايوه على جابان. مين هناك كمان في؟ طب اعط حد يعطي تفريم كلنا حاضرين. ما تترك انا مش حاضر. اقول لك جاتفا. انا ما اخترت. ولا ما اخترت. انا ما اخترت. طيب ابي داير حدا حضره؟ ابي داير. انا ما حضرتوش. افاتار بس بحاول اتذكر انا منه. طيب افاتار عن ايش فيلم؟ مين بيقدر يحكي لي؟ اللي هو طبيعه كويسه. تبقى هاي الفكره انا بدي شيء حدا من الكاميرا تبعك ولا بدك ايه؟ اول شيء ممكن تعطيني خيار بس اللي الشيء اللي وصل للزلمه اللي هو قاعد يعطيك هذول مع كيلو بعد مع الشباب والناس اللي داخل الشارع هذول الجيل. انا هي قصدي كويس كويس. خليك الطبيعه احنا التطور الثاني من الاف سنين هاي اللي طيب عن الطاقه تبع الناس 9000 انت شو بتدور على بس انا بصراحه بحاول اتذكر كويس تفاصيل الفيلم مش قادر اتذكر مظبوط صياغه كصياغه حكيها مظبوط عن الطمع اللي عند الناس نقطه خلص يعني خلص بكفي خلص بس اي بالضبط هذا هو عن ايش احسن من بالضبط. لا بس لازم يطلع الاسقاط لكن كل الافلام اللي في فيها انه في واحد يصير كويس ولا لا يشيل الليله. طيب خليني احكي لك شيء الفكره لما تحكي عن ايش في بده يكون ايجابي عن المسج هذا هو الفهم كويس. ما حدش يجاوبني يقول لي لما بحكي لك عن ايش الفيلم روح تقول لي الفيلم عن واحد طلع ونزل وسوى ومش عارف ايش او عن مجموعه او عن بلد او عن كذا. هذا اسمه معالجه، هذا اسمه قصه، هذا اسمه قائد حطيت فيه مسج ثاني كويس. المسج الثاني عن ايش الفيلم؟ عن ايش الفيلم؟ روح تعطيني المسج الثاني تمام. مين عنده متذكر فيلم يعطينا المسج الثاني؟ هو انا الموضوع كله شوف هذا شايف هذا القصه الثالثه انا في دائما طلعوا على فيلم روتاتي او فيلم السمائي وادخلوا لجوا ما تضلكوش على السطح على القصه ذاته ادخلوا لجوا الفيلم شو بده يحكي لي بالاخر بالاخر الفيلم اي فيلم وثائقي او روائي الفيلم هو كلمة المخرج للناس تمام؟ الفيلم كلمة المخرج للناس كويس؟ وجهة نظرك انت بتتكلم لما انا بحكي لك انك انت قص لما انا بحكي لك انك انت بتحكي لي قصة عن اي شيء بالدنيا انت ما بتحكي لي هيك انت بدك تحكي لي شيء محرم تمام؟ فهي وجهة نظرك انا بحكي لك قصة فيه وجهة نظري عشان هيك بس انا بحكيها بالصورة زي ما بدك. طيب مين بيكتب مقالة فيكم؟ كويس تكتب مقالة ليش تكتب مقالة؟ في اي مقال بدك تكتبه ليه يعني ولا بدك تكون تكتبه لغاية معينة؟ لا لا غير الشيء اللي انت مجبر انك تكتبه لازم تكتبه لازم تكتبه لا 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 بدك تكتب مقالة لا مش لا لا بالاخر في عندك وجهة نظر بدك تحكيها مظبوط؟ لما انا بالضبط
انت كلمتك للناس بدل ما تكتبها روايه بدل ما تكتبها مقاله بدل ما تكتبها مش عارف شو عندنا فيلم بتنفين على الناس احنا عندنا فيلم بنحكي فيه للناس هذا هذا الموضوع الفلاني هذا هو اللي انا بدي اللي انا شايفه عن القصه الفلانيه هذا هو الفيلم باختصار كويس انا عندي صراحه كان عندي هيك فكره بس استصار قرار اللي هو الاقراء او صناعه الافلام سواء كتاب او اخراج فلان كل واحد بيطلع هو فن هو فن يعني بالاخر هو بالطبع في مدارس في مدرسه واقعيه في مدرسه كذا في في كل المدارس اللي انت بتعرفها تمام فهو ما بس هذه مدارس في الاخر بس هو زي ما يعرفون الثاني في عندك الرسم فن بالاخر في عندك الغناء فن المسرح فن الفيلم فن ثاني مختلف كويس إله خصائصه إله طريقته اللي تشتغلوا فيها إله طريقته اللي تحكي القصة تبعتك وتحط فيها تغلف وجهة النظر تبعتك القصة هذا هو الفيلم تمام طيب شوف في أحد يعني سمعني شيء طيب نحكي كمان شوي صغيره عن موضوع المسج بالافلام مين حضر طيب مين حضر افلام ثانيه حد يحكي لي فيلم متذكره كويس بديش احكي افلام ثانيه انتوا ناسينها او بتعرف ماش مين حضر فيلم متذكره وبيقدر يحكي لي المسج تبعه انا حضر اوغست رش اوغست رش انت شو هالجواب وانت جاوبت في الاخر بقصه هذا هو اللي بديش احكي القصه اللي بتحكي الرؤيه تبعك بدي احكي الثرست شوف بالضبط هي باختصار هو الاشتراكيه هيك بس بدك وكذا بس هم ذكيين جدا يعني صار يعني مين عنده تحب اعطيك شغله ما هيك شو ما بعرف هلا رح تضحكوا بس هو الكانتين شركة كانتين عن فايف انا حسيته قوي بس ما بعرف لا مش
وقت كثير كويس انه كيف تحول الكلام تاعك
اللي انت بدك تكتبه، لانك حتى لو بدك تكتب الفيلم لسه احنا هنشوف بكره كيف بدنا نكمل الاشياء، كيف بدك تكتب البروبوزل تبعك قبل ما نسوي الفيلم كويس، انك حتكتب حتكتب الفيلم تاعنا كلمات كلمه يعني كاتب بدك نرص حكي انا شو بدي انا شو بشيء، بس عمليا هذا الحكي كيف بيصير صوره بالضبط، كيف بدك تنقله لصوره. وخذوها على الهامش يعني أسوأ إشي بأي فيلم وثائقي ولا دوكيومنتري ولا شو ما كان، أسوأ إشي بالفيلم كويس إني أحكي بفكرتاتي حكي في الفيلم، بمعنى إني أجيك هالزلمة اللي بده يكون موجود عندي في الفيلم الدوكيومنتري وبقول له تفضل احكي، بحكي لي أنا صحيح يوميا بروح مثلا نعمل فيلم عن البعض تجاويهم، فراح فكان أسوأ إشي بالنسبة لي إني أجيب الزلمة، أنا بصحى الصبح بطلع بصلي الفجر في المسجد الحسيني، بجيب الجرايد يكون مفضل في جنب المسجد بحطهن بفردهن وبعدين بلش أشتغل. حكى لي اللي بدي إياه ولا لا؟ حكى لي اللي بدي إياه بس حكي ولا استفدت منه إشي، مش فيلم هذا. هذا لو كتب لي إياه وحطيته على الراديو سمعت خلاص كويس؟ هيتشكوك شو بيحكي؟ هيتشكوك بيحكي إن الفيلم الجيد والفيلم اللي بتقدر تطلع منه وتحضره تمام؟ اللي أنا بستمتع فيه بدون صوت، بستمتع فيه بالصورة تامة. طبعاً أنت في الدوكيومنتري الموضوع أصعب كثير لأنه إحنا ما بنشتغلش. طيب خليني أسأل السؤال المهم التالي، شو الفرق بين الفيلم الدوكيومنتري والفيلم السينمائي؟ أو الفيلم الروائي في الشكل السينمائي الروائي؟ الفيلم الروائي ممكن يكون خيالي، ما الفيلم الوثائقي ممكن يكون خيالي؟ الفيلم الروائي يعتمد على السيناريو التنفيذي، السيناريو مو في سيناريو بدل ما هو الوثائقي عشان هي الأحداث صار الوثائقي ممكن إشي صار أو مصير أو ممكن يصير، بس الرواية اللي هو جوا لا مين ما مين مين يقدر يفرق لي بين الفيلم الروائي والفيلم الوثائقي؟ الروائي ممكن يغير الوثائقي عشان تعرف يعني ها بلشنا نقرب الرواية تكون في راوي بيشرح الرواية اللي هو السينمائي، أي فيلم سينمائي سينما ويسأل نسميه رواية، رواية بتنحكى عن كل الأفلام المثائقية ممكن تكون رواية مش كل الأفلام الرواية ممكن، بس بدي في فروق أساسية. طيب بدي معلش نساعدك ارجع شوي لتعليم الوثائق اللي ممكن يساعد الموضوع. تمام. هو كله لازم يكون حتى بس ما هي مش موضوع هلا هي الفكرة الأساسية هلا بنحكي فيها. مش شرط يكون واضح. مش شرط يكون واضح بالضبط، بس شو معناها؟ بأسلوب الطرح. طيب خليني أحكي لكم شغله، العمالة بحكي فيلم وثائقي، العمالة بحكي عن واقع كويس ما بغيرش بزيفش فيه مطلقا كويس. مين بيتحكم في الثاني؟ الواقع بيتحكم فيه كمخرج ولا بيتحكم في الواقع؟ الواقع. طيب الفيلم الروائي مين بيتحكم في الثاني؟ كويس، في نقطة مهمة. الفيلم الوثائقي أنا أتعامل مع الواقع كويس؟ بتعامل مع الواقع بالضبط، بتعامل مع الواقع، أنا ما بغير الواقع، ما بزيد الواقع كويس؟ هذا إيش مهم؟ أنا بتعامل معه لأن عندي وجهة نظر فيه، بتعامل معه زي أنا شايفه كويس؟ ووجه الفيلم كله إيش فيه؟ سوى خلصنا حسن شوي طيب، بنخلص وجه الفيلم كله وجهة نظر تمام؟ فأنا بتعامل مع الواقع. بالفيلم الروائي أنا أملك الواقع، بغير كل شيء بدي إياه، كل حركة كل سكنة في الفيلم الروائي أنا أملك أغيرها وأخليها زمنية تمام؟
بالضبط تمام. حط قوانين انه هذول البلاد في شغلات البلاد شغلات راح تنحفظ وكيف يعني كل الافلام كل الافلام الروائيه في الاخر انا اتعامل ما بتعامل مع الواقع الافلام الروائيه الواقع عندي انا ببني من الصفر ببني فيلم الروائي عن الحرب العالميه الثانيه صار شيء صار بالضبط. ما كان ابو فيس هذه الاحداث اللي صارت هذا الشيء اللي صار بس بيجي طلب انا تعامل مع الواقع في المسائل فيكشن الفيلم الروائي الفيلم الوثائقي انا بتعامل مع الواقع وبالتالي الناس اللي فيه ما بمثلوا ما بحكي للضيف اللي عندي احكي واحد اثنين ثلاثه مطلقا سنتعامل مع الواقع بحاول بجرب بسؤالي للإجابة اللي بديها. لا 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 حنمشي فيها حنمشي في المرة الجاية بكرة إن شاء الله خلصنا ولا كيف؟ طيب أنا بديش بديش خلصنا دقيقتين طيب أنا لما أقول لكم سنتكم اليوم هو ممل شوي أول يوم لا شكرا كثير ومحطة إن شاء الله أنا مش عارف أقول لك مش عارف